درا بيك شهريه قادرنا بيك الريح اروكان مسحت مو وصيفت لي النمره دريب غتساليها في السمان مراكي سالها حدراف علاش تلومني انا لو ماشي لك اللي طلع حتراف غير حيت ديجا عطيتي الشابو غادي ليك الخاطر انا نوض ندير ريفيو ونقول والبيت خدامه ناديه أوش توحشوني كل دقيقة أنا نزل لكم فيديو في يوتيوب. مهم أو تاني إحنا دا شادينا مع هاد الكلاس هذا فاميليا يوتيوبرز اللي كان كلاس بوز فلو في الديسكراك ديالو ولا ما عادش في هذيك الإيبي الأخرى حتى قوة كلاس هذا تعرموا لينا هنا بغيت عارفين هذه ولا هذيك. مهم أنا دا تاهي خرجت عليه كلاس حيت الصراحة تستاهل تخرج عليه كلاس حيت كنسبها عاير تخسر الهضرة وداك الشيء راكم عارفين الراب هاد الشيء راه شويه ديال الستريت يو نو هاد الشيء فريستايل كدا الزنقه راه ما غيحترم حتى شي واحد. غادي نمشيو نديرو عليها تاهي رياكشن نشوفو فاميليا اشنو عطات ونشوف باي ذا واي هي اللي كدير الكاسكيطه ديما بلاتي غنجيبها هاي شتو ها هو انا مكنحبش ديك الكاسكيطه من القدام كدا بلور نو واتيفر نشوف هاي انا وليت فاميل هي فاميليا وانا فاميل علاه اوكي اخوت حطوا لي واحد لايك سبسكرايب شي كومنت زوين بحالكم ليتس جو تو ذا رياكشن. هاد المره ما غاديش ننسى غادي ندير لكم الكوفر هو الاول اوكي كيف ما كتشوفوا معنا كاين بيكولو انا فان ديال دراغون بول اصلا شي ناضي غادي يكون وكاين هذيك الكوفر ديال بوز فولو لور اللي ديجا كانت تحطات على ايبيزاندا اوكي وهذوك الثلاثه ترى واب يعني باقي ما تشونجاوش غير هو زاد واحد الحاجه واحد معلق داك اللي مش نقتم ما كانش يمكن في الايبي تاع زاند في الكوفر تما كانوا غير هاد الثلاثه وكان راس فاميليا مقطوع يعني في بلاص ما يكون راس فاميليا دابا تحت مقطوع بحال اللي قلتو تعرفين قصه تما الناس اللي ما عارفينش دراغون بول عندهم في داك العالم ديالهم ملي كيجمعوا داك الكرات السبعه ديال التنين راه يمكن ليهم يستدعوا هذاك خونا اللي مات من ديك البلاصه اللي فوق كيكونوا عند الكينغ كاي ولا هذيك البلاصه ديالهم هما زعما كاين ديال الموتى كيعاودوا يستدعوه ديك كره السبع وكينزل يعني فاميليا بحال عاودات رجعات زعما كاين من ديك الموت اللي قتلها بوز وصدقات هي اللي قاتله عن طريق شخصيه بيكولو. ايوا دابا ما بقى لينا غير نقدموا لكم الديسك تمسكوا مع راساتكم ليتس جو فاميليا راك شنو كاين معاك بوز قلت لك شنو كاين المهم ايتو بيتو راك وصلتي داك الشيء اللي كنا باغيين نوصلو اصلا. قول هو كيمشي عندها بريفي كيقول لها زعما داك الشيء اللي قلتي راه مزيان ولكن دابا تقلب عليها وهي بينات الاوديو ديالو او ماي جاد مرات مرات جاي نفني خروف أيوة. عيب سيفا كي كريتي كيف زين وحروف اشتاك الناس ريفيو قاع ما بنتي برو اشتاك النايفيا وزيف وانت اطيبرو غير انت وراسك عايش انا قبلو بوت كابا ماشي ديالك بنتي حاق تخلي الفاميلا ابا بدي نقيس ايه الغادة جاي مزمرة قالت ليه بلاتي قالت ليه هادي هادي غير انت وراسك عايش التناقض يعني انت ما فاهمش حتى مع راسك وجاي حنايا كتسبنا ماشي ديالك بنتي حاق تخلي الفاميلا ابار بلا خاطرك تشوف المرفوغة تنطق بابا انا الفني هنا ما كتبش موتو على يد روابا اللي البارح بالي داني اليوم كيقول لي تسطيت ولا حيت البارح معاك واليوم عليك تسطيت انا اللي مديت المعمى كاع بلومك لا تعطيت والسحت كتهزو طاغيه فين ما تحطيت تفكروا بلي هادي راه ماشي رابور غير جات خرجت هي كلاش في ظرف هاد السيتوياسيون اللي وقعت نتا الحربة طلعتي عارف عليا اكثر من اللي عارفه عليك فان باباراتي ختي مالك الموت برجليك اوه بلاتي بلاتي قالت لك صدقتي عارف عليا اكثر من اللي عارف علي شي واحد فان يعني انت راك مبلي بيا بزاف حقول لك جمعتي عليا كاع هذوك الدواسه دايم جير شكيت في كلشي الا بالشمه سطات بليك قبل حال فين هزيت البيك ما محتاجاش ليك تبليك كنتي علاص كثر من الامازيغ وجبال الريف هذا قال لك دار راب اللوز ما دارش الريف درا بيك الشهريه ادرنا بيك الريح اروكان مسح الدموع وصيفط لي النمره الريف غتساليها في السمان مراكي سالاها حدراف علاش تلومني انا لو ماشي لك اللي طلع حتراف غير حيت ديجا عطيتي الشابو غادي ليك الخاطر انا نوض ندير ريفيو ونقول لهم راه نكتب بزاف
نشوف بعيني المهيدو كي بوس كي بوشعيب بطل على كل شي معلى هاد النية صعيب ماشي حتى عندك كل شي داق بلا الراب فكرك احنا في المغرب بط السروال وجراب تنادي بدات صافي راه غتولي حتى هي من هذوك البنات اللي مشهورين في المغرب بالاخص فاميليا كنتي شتي هذا الفيديو ربي بقيت ربي اللي نعافه كتشير جامع كحسن من الريفيو على انتاج الفيلم ما غيضهشرنيش عارفه فين عندك الناقص غير ما بغيتش نحط النيش عارفه تقاد عليك المداد وعارفه طار عليك الريش وعارفه زندوك تا النهار الحرب وهرب عليك الجيش قلتي غندوزها بريفيو كي اللي دازو قبلي وكاع على طرت وجهك نكلاشيك بالحطه وجبلي جر عليا عشيرك توصل للهضره مبلي جريتو وقاع البير قلب تلقى في دوت راس تحبلي قاصو الفيستون الشخصيه مره عليا مره عليا تيسمعو خارج من ودنو الفوار طنجيه هكا تيستراك صالح للروقي والروقيه راه كاع ما جيت نكلاشيك بالقميجه فوق الفوقيه Chill girl, chill, breathe. You know you can breathe. Just to breathe. Damn. Wow. تلا ما كتريتيش. غادا نيت واحد السرعة ما كتحبش. قافية مورا قافية وهي جالسة كتغني لينا ما عارفين شنو غنديرو دابا غنمشيو تاكلو طنجية في مراكش. نمشيو كازا. تركبو بعمالي. ساهل راه ساهل تربي. كتصعيب باش تعطي معنى. Damn. حمسوني انا خرج لكم ثاني شي فري ستايل ولكن ماشي على بوز بوز ما دير لي والو انا كنتبرج قد بيها لاش تخبى فيا ربي تعمر وما جبتي لنا ثقافيه ماشي حق دا غير انشطه ترفيهيه شاركنا الاول بالثاني الجمهور صحه والعافيه قلت لي او جات هي ديال الكوريه قالت لي ربي تعمر وما جبتي لنا ثقافيه ماشي حق دا غير انشطه ترفيهيه شاركنا الاول بالثاني الجمهور صحه والعافيه قلت لي ديال الكوريه و البيت خدامة ناضية الله يتا ناضية برد واو 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 برود باي دالاس بيتس واو بزاف صدماتني يعني ما كنتش نتوقع ان لما يكون اداء ديال زوين حتى الدرجه حتى فاميلي تي واحد ما كيتوقع منها غادي رابي يو نو فركلتني المهم كنتمنى اخوت تكون الرياكشن ديالي عجبتكم عاوتاني هذه زينه خلقناها مع بعضياتنا ايوا تهلاو حتى الفيديو زي انا راه باقي فيق ما غنعس حتى نشوفوا شي واحد اخر ثاني اللي حشي كلاس بيس اوت